كل ما تكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تزداد منزلة. طيب هذا يكون معايش مع التوحيد، انتبهوا حتى لا يأتيكم أهل البدع يقول لك أنا بصلي على النبي 90,000 مرة في اليوم، لكنه يدعو عيدروسا ويدعو برعيا ويدعو مرسيا أبو العباس ويدعو الدسوقي والبسوقي إلى غير ذلك. لا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه نكرة تفيد العموم. التوحيد أهم شيء، التوحيد ده رقم واحد، ثم بعد ذلك تأتي بقية هذه الأمور وهي كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن من عندك من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة مع بقية إيش الأيام، يسأل سائل يقول يوم الجمعة قبل صعود الإمام هل الصلاة على النبي أفضل من الصلاة حتى يصعد الإمام؟ أما بالنسبة لهذا المقطع الذي انتشر فألزم الناس إذا دخل يوم الجمعة يقعد يصلي لين يطلع الإمام، هذا إلزام من غير دليل. لكن كان يعرف عن بعض السلف أنهم إذا دخل المسجد يقعد يصلي لين الإمام يقول السلام عليكم، عن بعض إيش؟ عن بعض السلف. هذا ما في مانع على اعتبار أن فيها ساعة إجابة، اختلف على 50 قولا فيها، فمنهم من قال الساعة الآخرة يوم الجمعة، منهم من قال من صعود اليوم حتى إيش حتى يفرغ الإمام، ومنهم من قال هذه الساعة التي قبل صعود إيش الإمام كما يكثر فيها من أمر الصلاة. لكن نقول ما زلنا في القاعدة تقول ما ورد خير مما لم يرد، فهذا الفعل كثرة الصلاة لم يرد فيه إيش نص صريح مرفوع صحيح، لكن الصلاة على النبي ورد فيها، فيكفيك إذا دخلت إنك تكتفي بماذا؟ بتحية إيش المسجد ثم تجلس فتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على نفس القاعدة ما ورد خير مما لم يرد. نعم.